وقل اسم ربك بكرة أو أصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. نحن خلقناهم وشددنا أكثرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. تشاءون إلا أن يشاء عليك يا حبيبي.
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا أجى ما ودعك ربك وما قلى يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فأما اليتيم ألا تقهر وأما السائل فلا تنهر عذابك يوم تبعث عبادك، واجمعنا وإياه على حوض النبي المصطفى يوم القيامة، واسقنا من يده الشريفة أجمعين يا رب العالمين. شكرا لقارئنا القارئ الشيخ محمد سعيد علي جمعة، بارك الله فيه، المقيم ببنايوس مركز الزقازيق. أشكر إليه باسم فضيلة الشيخ السيد راشد، الشيخ إبراهيم، الشيخ عزت، الشيخ محمد، وبرضه باسم الأستاذ أسامة، وأيضا باسم والدنا الكريم الأستاذ إمام الحاج أحمد أبو عبد الله بتوفيق، الشيخ محمد أبو عبد الله توفيق. شاكرين لكل من شرفنا بأداء واجب الليلة، شاكرين أيضا لأبناء الحاج عبد الحميد بن داري
وشاكرين أيضا للأستاذ ناصر صلاح صاحب موقع القرآن. شكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.